ايوه ايه اللي فكرك بيه؟ سنين وانا مرتاح منك بعد ما لهفت الفلوس. عايزه ايه؟ عايزه جزء من ورثي بتاع ابويا اللي لهفته انت ومراتك. اتكلمي كويس، انا ما لهفتش حاجه. بيت ابوك اتباع وخدت حقك كله من تعبي وشقايا وسهر الليالي والسوق اللي ما بيرحمش. 30 سنه لما ادايا اتهرت محرم على نفسي لقمة العيش عشان أكبره وأزيد. عايزة إيه من وكالتي؟ ليك فيها إيه؟ ليا فيها كل قرش، المسمار اللي في الباب، أنت ناسي إن ده شغل أبويا؟ أنا غلطان. أنا غلطان إني سبتك في الشارع وما رميتكيش في الترعة ودفنتك فيها عشان طول لسانك ده وتحصل أبوكي. عايزة فلوسك؟ روح لأبوك الطرب. روح اتحاسبي معاه هناك. ولا روح لأمك المجنونة. أمي اتجننت لما شافت جوزها مات قدام عينيها وأولادها كانوا بيتاخدوا منها غصب عنها. أمك اتجننت عشان رهنت غلط. كانت فاكرة نفسها بنت باري مديلو. هي اللي خلت أخويا يسحب كل الفلوس ويشتغل لحسابه. هي اللي خلتني أكره أخويا، كانت على طول تودود له. هي بنت ناس وإحنا أولاد جزمة تجار. جنان أمك هو اللي رحمها مني. ياه. كل ده خل وكره جواك بعد كل السنين دي كلها. انا عايزه فلوس دلوقتي عشان امي. انا بقالي 30 سنه بدفع لامك في المستشفى. مالكيش عندي حاجه. انت بقالك 10 سنين بتتنططي لي وخدتي كل فلوسك. عايزه مني ايه تاني؟ انا ما عنديش مكنه هنا تطبع الفلوس. اعمل ايه؟ ما انا لازم انا لامي مستشفى تاني. وانا مالي ومال امك؟ اخويا مات خلاص. ده بدل ما تشيل معايا. اشيل؟ الناس جنان انا. طب ثلاثة بالله العظيم، لو ما اديتني فلوس دلوقتي لا صوت وصرخ ولم عليك كلمة لا اله الا الله. خلاص خلاص هرقب جاهز هنا اقف لحد ما اجيلك. انا ما قبلش قرش حرام. حد الله بيني وبين اي قرش حرام. ساتر. عشرة آلاف جنيه شوفش وشك تاني. امسكي عشرة بس. تتبسمسي. استني رايحة فين؟ ماشية. ماشية ليه؟ مش هتمضي على اللي خدتيه؟ امضي بعدين، انا لسه ليا تاني. لا تاني ولا تالت. انت قفشت لحد دلوقتي 140 ألف وانت نصيبك في الميراث ما يسواش يعني. امضي. حسبي الله ونعم الوكيل. انت عارف ان ورثي اكتر من كده بكتير. انا لسه هنتناقش. خمس. خلاص امضي. انت عم انت اتفضلي، متبقيش تمشي في جنازتي. الله غوري. ودين النبي يا سلينا اللي فرجك، انا تتاخر عليا كل ده؟ لساني ده مش هيجي على لسانك كتك داهيه. ايه الجو الاوفر ده؟ انت خلاص الصيام لحس مخك ولا ايه؟ عادي الطريق كان واقف وجبت حاجات لامي. طب شد يا اخويا وحياه امك، الدكتور هتزعل مني لو اتاخرت. كل مره بتقولي البق ده وبترجعي من عندها وهي زعلانه. فخلاص بقى زعل بزعل، نقعد في اي حته واعزمك على حاجه ساعه وما تروحيش. يخرب بيتك يلا. انت الكيميا اللي بتبيعها للناس لحس مخك ولا ايه؟ احنا نهار رمضان. طب كل سنه وانت طيبه. اكيد امي النهارده عزماكي على الفطار. لا مش هينفع، انا هفطر مع الدكتور. انت عارفه هي طبخه ايه النهارده اصلا؟ هي امك بتطبخ غير ملوخيه كانت كنيله. لا 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 لا، ملوخيه النهارده غير ملوخيه اي يوم تاني. لا معلش، ده رمضان وكده ويحب اللمه، افطروا انتوا اسره مع بعضيكم. طيب ولا كاني سمعت اي حاجه من الهبل ده ومستنيك النهارده على الفطار. اكيد جرايد انت رخم ولا ايه؟ ما قلت لك مش هفطر معاكم. لا حتيجي.
ازي حضرتك ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا عادل؟ امسك. الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ اخبار الشغل ايه؟ كله تمام يا باشا. الشحنه الجديده وصلت؟ وصلت وراحت كلها لادهم. نعم. ايه اللي وداها عند ادهم الزفت ده؟ المعلم مجدي قال كده. ابويا اللي قال كده؟ المعلم مجدي بقى الحديد لادهم عشان محتاج يكمل طلبيه. طبعا. ما احنا اصلنا فاتحين الوكاله دي عشان نكمل طلبيات المعلم ادهم. ماشي. ماشي. ابويا فين دلوقتي؟ لسه ما جاش في البيت. طبعا. هيجي ازاي؟ هيجي ازاي؟ هيجي ازاي؟ الموسيقار محمد الأصابجي في رأيي هو المجدد الحقيقي للموسيقى العربية بعد سيد درويش. اوف يلا اوف لا أوف. لا 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 اوف يلا اهو. طب سلام في داهية. رايحة فين؟ داخلة. ما كل الناس داخلة، اشمعنى أنا اللي بتوقفني؟ دول تبع الكلية وأنا تبع الدكتورة نعمة. واسمك إيه؟ كيتي. عشتي الأسامي يا كيتي. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت بتعاكسني؟ لا مش أنا يا حبيبي. أقف معوك واتكلم عادل. بقول لك إيه، ما تغلطيش. مين اللي ما تغلطش؟ أنت ما تعرفش أنا لو غلطت أعمل فيك إيه؟ والله كيتي. أو النبي يا أخويا كيتي. اسكت كيتي. في إيه؟ ما فيش حاجة. كل شوية يعمل نفسه ما يعرفنيش. انت بس اللي شقيه بالزياده. اتفضلي قدامي. اتفضلي. رايحه فين؟ داخله زور امي جوه المستشفى. خلاص اتباع. اتبات؟ يعني ايه اتبات؟ طب والعيانين؟ مفيش حد جوه. حر اسود. طب خليني ادخل بس ابص على الحاجه واطلع على طول. ممنوع. انا مش هتاخر، 5 دقايق بالظبط وهخرج على طول. اتفضلي.